طب اجي لك طبعا محمد فؤاد، انت بتلعب في مركزين مهمين الهاف والوينج، وانت قلت لي في الاول درايفر، انا مش عارف درايفر انت اللي بتطلع بالكوره ولا انا لا، غلطان؟ معنى ان هي الوينج والهاف مع بعض يعني. بس اسمه درايفر، ايوه ده كل مظبوط. لعبه وليها بقى، معلش اعذرني يعني. ايوه انا بس فاهم. انا درايفر دي في الالعاب التانيه بيبقى هو اللي بيسوق، هو اللي بيزق الملعب. كلمني عن السنه دي، وهل انت كنت مخطط لنفسك كده، مخطط للفرقه كده، شايف ان احنا كنا نعمل موسم زي ده؟ اه اكيد، انا كنت شايف من اول يوم لحد اخر يوم ان احنا هنعمل موسم زي ده، واحنا كل واحد فينا كان مركز اصلا ان احنا هو ده هدفنا، ان هو ده هدفنا الدوري. نعم. الكاس احنا كنا بنكسبه قبل كده عادي، لكن احنا الهدف الاساسي ان احنا الدوري، ان احنا بقالنا 20 سنه ما كنت كسبناش الدوري. حاسس بأمانة كنت مش احنا حاسس على الهوا، والله، اه والله كنت حاسس ان احنا هناخد الدوري؟ كنت حاسس والله. كل يوم كنا بنتمرن، كنا بنتمرن زياده او بنيجي على حاجه عشان خاطر التمرين، كنا كل ده كان عشان الدوري. محمد انت ضحيت بأعلى مستواك انت الشخصي. انت دلوقتي كل لعيب من دول، يعني محمود قال لي انه ضحى، وعلي قال لي انه في تضحيات، انا عايز اعرف انت على المستوى الشخصي، مستواك الشخصي انت ضحيت بإيه؟ ضحيت بإيه؟ يعني ايه اللي انت ايه اللي خليت عنه عشان توصل للكؤوس دي؟ كل حاجة، ما هو في ناس كتير يعني، في ناس بتخرج، في ناس بيبقى وراها مذاكرة، في ناس بيبقى وراها يعني انت في سنه كام؟ أنا في أولى جامعة اولى جامعه. انت كنت بتمرن الساعه كام؟ 9 تسعة. بالليل، تسعة ايه؟ تسعة بالليل. بالليل، وكان في تمرين الصبح. قول لي كده يومك عشان بس الساده المشاهدين يبقوا عارفين ان البطولات دي، يعني كريم يعني بتقول انت، هنقول دلوقتي وهو شكله عانى في الموضوع. طيب انت الصبح بتصحى من النوم الساعه كام؟ او على حسب في تمرين ولا لا، في تمرين يبقى بس على الساعه 6:30، عشان التمرين بيبقى 7. 6:30 شتاء وصيف. طيب رحت الساعة 7 النادي، اتمرن في انهي فرع؟ مدينة نصر ولا الجزيره، الجزيرة؟ رحت على الجزيرة، نزلت المية، اتمرنت، رحت بعد كده على فين؟ بخلص على الساعه 8:30، يا بطلع على الجامعه يا بروح البيت اذاكر. رحنا الجامعة، ماشي طلعت الجامعة لغاية كام؟ لحد مثلا 3 مثلا، او على خلاص. حسب اللي عندي يعني في اليوم ده. جامعتك قولي اللوكيشن بتاعها او مكانها، مش لازم تقول اسمها، اللوكيشن بتاعها فين؟ لا في حلوان. في حلوان. رحت انت حلوان من الجزيرة، رحت حلوان، خلصت الجامعة، هتروح فين بعد كده؟ هرجع البيت؟ اروح ايوه. اتغدى واريح مثلا ساعه، وانزل التمرين تاني، عندي جيم، بعد كده ننزل المويه بالليل تاني. يعني حياتك ما فيهاش وقت تهرش فيه. لا مفيش. يعني دي انا بس بقول ليه كده، عشان الناس فاكره ان الرياضي بيبقى يعني، والالعاب الاخرى بيتبذل فيها مجهود، يمكن اوقات بيفك كره القدم. طيب يومك ده انت في الوسط كده، سعيد ولا متضايق ولا ايه؟ ولا شايف اليوم ده لا انا مش عايز كده، انا عايز اخرج، انا عايز. لو حد ملوش هدف اللي هو بيعمله ده هيبقى متضايق، بس طالما انا ليا هدف معين بعمل ده عشانه فانا مش متضايق طبعا، لان انا عارف ان انا بضحي بده عشان قدام انا هعمل كذا. اسمح لي احييك والله بجد، يعني انا استضفت يعني نجوم كتير وابطال كتير، بس عجبني ردك ان انت ليك هدف. طول ما واحد ليه هدف، طول ما هي اموره هتبقى اسهل، ومش مش هيشوف التعب. بالظبط، انا مبسوط بيك قوي. طيب ربنا قول لي يخليك. احسن ماتش لعبته السنه دي ايه؟ احسن ماتش كان في البلاي اوف التاني، الجزيره في الجزيره، تقسمنا 5-3. الله اكبر. فاكر انت حددت مثلا كام هدف ولا عملت ايه؟ فاكر ايه الحلو اللي انت عملته؟ دفاعك، هجومك، ايه اللي انت عملته؟ كان ماتش ديفنس قوي، ان 5-3 ده كان يعني جوان فيه قليله. مقفول مقفول اه مقفول. فهم جابوا 3 جوان، كان اول جون ليهم اصلا في اخر الكوارتر التالت، الله، يعني فاحنا احنا كنا 4-0 لحد اخر الكوارتر بس التالت. هم برضو عاملين عليها جيم دفاع حلو عشان نحط 4 تجوان بس او 5 تجوان اه ولا اكيد، ما ايه. هو اللي بيكسب اصلا البطوله عامه الديفنس مش الاتاك. كل الالعاب كده على اه فكره، مش انتوا بالظبط، بس، اكيد. مش انتوا بس. طيب طيب اصعب ماتش من وجهه نظرك كان ايه؟ كان الجزيره عندنا، كان صعب، هو ده اللي كان فيه الحماس وكان والاهلي في بيطلع جماهير بيحضروا وكل حاجه. والجماهير، اه طبعا ماتش الجماهير الجزيره. دي احنا برضو بنبقى شايلين هم ان هم ما ينفعش يروحوا زعلانين، ان هم جايين عشان يفرحوا بينا، فاحنا ما ينفعش نسيبهم ما يروحوا زعلانين. بقت المسؤوليه اكبر. بالظبط. طب بس كان عبء وحش ولا دافع؟ لا قول دافع لي طبعا، دافع. تأكيد. والله بجد انت عارف، مش عايز اقول لك يا محمد، يعني انت يعني ردودك حلوه وعجباني، وعاجبني ان انت عارف انت عايز ايه. الله يخليك. اجي لك يا كريم، يمكن يعني قبل ما نتقابل انا سمعت عنك بصراحه، يعني ما الله اكبر عليك، ربنا يحفظك، يعني حاجه يعني جميله جدا. انت السنه دي انت محظوظ، يمكن انت لعبت 4 بطولات، 5 5 بالكاس صح كده؟ يعني انت لعبت الثلاثه بتوع 2000 2000 و2003 الحمد لله. و2004، ولعبت كاس مصر مع الفريق الاول، ولعبت الدوري 5 بطولات، يعني انت اكتر لعيب لعب. شايف الموسم ده ناجح بالنسبه لك ولا شايفه انا ايه؟ شايف ان هو بالنسبه لي يمكن يكون احسن موسم لعبته ليا في حياتي، لان انا ما شاء الله قدرت ان انا يعني اكسب 5 بطولات، يعني 5 ذهب، ده الله غير اكبر. الحمد لله في بطوله منهم خدت احسن لاعب فيها، انهي واحده؟ وبطوله 2003 2003 اللي اكبر من اللي هي اكبر كمان بسنه ان شاء الله. واكتر اكتر حاجه طبعا فرحتني الموسم ده هو ان انا عرفت ان انا اكون من الفريق اللي عرف يعمل تغيير في النادي الاهلي، ان هو عرف يرجع دوري بقاله 20 سنه. ده دي حاجه انا محظوظ بيها، وحاجة أنا فخور بيها إن أنا كنت جزء من الفريق ده، لأن هي حاجة كانت ناس كتير أوي شايف إن هي بعيد، وناس صعبة. كتير أوي شايف إن هي مش سهلة إن هي تتعمل، بس الحمد لله إن إحنا قدرنا نعملها. طب
كريم يمكن الفتره التوقف الدوري الاربع شهور انتوا كنتوا بتلعبوا مباريات غيركم كان مريح على مستوى الفرق الاخرى سواء 2000 2003 2004 بامانه وبدون مجامله. النادي الاهلي طبعا فاز بثلاث بطولات بس هل احنا الافضل فعلا؟ هل احنا يعني فريق يخوف؟ هل احنا فرق الناشئين بتاعتنا فعلا على السنين اللي جايه هنبقى متسيدين اللعبه؟ احنا فرق الناشئين بقالها كذا سنه بتكسب ويعني افضل عناصر في مصر في اللعبه هتلاقيها موجوده في النادي الاهلي. احنا كان طبعا في منافسه بس احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب المنافسين، بس المنافسه كانت شديده بس بسبب ان احنا الحمد لله كنا فريق قوي وفريق مترابط وعارفين ان احنا نلعب مع بعض، عرفنا ان احنا نطلع يعني احسن شكل للنادي واحسن شكل ان احنا نقدر نطلع بيه ونكسب البطولات الحمد لله. ما شاء الله عليك. انت في جامعه كريم؟ اه ما شاء الله. في اولى برضه؟ لا انا في ثالثه. ثالثه ما شاء الله، يعني انت سابق شويه. ابتدي يعني انت داخل يعني بدري. داخل المدرسه يمكن بدري او حاجه ولا صح؟ ما شاء الله الله اكبر عليك. طيب ضحيت بايه السنه دي؟ ايه اللي انت ضحيت بيه وحاسس ان انت فعلا ضحيت بيه بس قصاد البطولات دي ولا حاجه؟ اكيد طبعا يعني ضحيت باوقات كتير قوي كنت ممكن اريح فيها، اوقات كتير قوي كنت ممكن ابقى يعني اشم نفسي ان انا حتى بين التمرين والجامعه وكل ده، في حتى اوقات جيت على الجامعه في اوقات ما كنتش لاحق ان انا اذاكر في اوقات كل ده، بس في الاخر الفرحه اللي بتهون كل ده، فرحه ان انت كسبت كل البطولات دي بتهون عليك في الاخر. صحيح. طيب طموحاتك ايه؟ يمكن عشان اخر سؤال عايز اساله لك، لان عايز اسمع انت يعني موسم زي ده، موسم اللي بيجي بعده بيبقى صعب لان طبعا الفرق بتقوي نفسها، انت طموحاتك ايه على المستوى الشخصي؟ طموحاتي ان احنا باذن الله نفضل محافظين على اللي احنا وصلنا له كناشئين وك كدرجه اولى، دي حاجه نفسي ان احنا نعملها، ونفسي ان احنا نفضل مسيطرين باذن الله على الدوري والكاس في مصر. دي حاجه يعني دي من اهدافي، وان انا افضل طبعا ان انا اكون يعني بساعد النادي الاهلي وبساعد فريقي ان احنا نكسب بطولات وان احنا نوصل ان احنا نكون دايما اول. اكيد ان شاء الله ده بالمجهود والتعب يا كريم، اكيد مش هتيجي بالكلام طبعا، وانت يعني سيدي الناس وعارف. كريم انا بشكرك، نورتيني وشرفتيني الحقيقه، وسعيد بيك وان شاء الله مزيد من التوفيق.